نروح شخص له دور كبير في طبعا سواء نادي الاتحاد سابقا او المجهودات اللي يقوم فيها، عضو شرف نادي الاتحاد الاستاذ احمد محتسب. حياك الله معنا ابو يوسف. هلا والله، كيف الحال ابو يوسف؟ مبارك لكم هذه البطوله. الله يبارك فيك ويطول عمرك. اللي اثبتت انه اداره نادي الاتحاد تعمل وفق اسس واضحه وفي خطه كانت مرسومه ونجحت فيها بشكل كبير، نقول لكم الف مبروك ورايك بهذا الفوز. والله اول شيء احب ابارك انا لجماهير الاتحاد، ابارك لجماهير نادي الاتحاد، وابارك لاداره مجلس اداره نادي الاتحاد وشرف نادي الاتحاد ولاعبين نادي الاتحاد فرد فرد. واحب اقول انه صراحه يعني صراحه تعبوا وربي يوفقهم وسووا جهدهم بالكاف، يستاهلوا يستاهلوا كل خير. ألف مبروك لهم، ألف مبروك لهم. أبو يوسف أحمد محتسب، بكل أمانة يعني اليوم كيف شفت قوة روح لاعبي الاتحاد رغم السن، يعني صغر سنهم في الملعب؟ والله ما في شك لاعبي الاتحاد رجال، يعني رجال كلهم وفاء وكلهم رجولة، وروح الاتحاد ما تموت أبدا، سواء كان باللاعبين الشباب أو لاعبين الخبرة. الاتحاد دائما عود جمهوره على البطولات وعود جمهوره على منصات التتويج. الحمد لله على كل حال، أنا مبسوط صراحة للإدارة ومبسوط للجماهير ومبسوط للناس اللي يعني وقفت وراء الإدارة في مشوارها الصعب اللي كان يمكن أي فريق ثاني أو أي نادي ثاني لو مر فيه كان ممكن أن يكون وضعه أسوأ من كذا كثير. الحمد لله على كل حال. أنا أحب أستخدم أقول ترى يعني لا أنا ما سويت شيء ولا كان لي أي دور، الدور كله للأخوان في مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني والجهاز الإداري، وطبعا ما اللي ما يتنسوا دائما هم الرقم الأول والرقم الصعب جمهور نادي الاتحاد اللي أثبت فعلا أنه هو جمهور الذهب. أبو يوسف أحمد محتسب، الالتفاف أعضاء الشرف في نادي الاتحاد كان له دور بارز اليوم في هذا الإنجاز؟ ما في شك كثير من أعضاء الشرف، الفريق أسعد عبد الكريم دكتور خالد مرزوقي، الأستاذ عبد الله بكر، دكتور عبد الله بكر، كثير من أعضاء الشرف. أنا خايف إني أنسى أحد، خايف إني أنسى أحد، فما ودي إني أنا أنسى أي أحد ولا ودي إن أحد يزعل مني. الحمد لله على كل حال، الألف مبروك لكل اتحادي، ألف مبروك لكل اتحادي. أقول هارد لك للأخوان في نادي الشباب، لعبوا مباراة كبيرة جدا جدا جدا، والحمد لله النهائي اليوم كان منظره جميل جدا 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 وتوج بفوز الاتحاد. ألف مبروك أستاذ أحمد محتسب ونشكر لك تعاونك معنا. ألف الله يبارك فيك. شكرا لك. يعطيك العافية. كان معنا الأستاذ أحمد محتسب عضو شرف نادي الاتحاد. ألف مبروك لجماهير العميد.